من بعد انعقاد عدة جلسات للبحث في قضية محمد الشرنوبي ومديرة أعماله سارة طباخ، وده طبعا بسبب الخلاف اللي بينهم، صدر أول امبارح قرار جديد بخصوص القضية، والمرة دي من غرفة صناعة السينما في مصر بيلزم الشرنوبي بالتالي، وهو تنفيذ عقده مع سارة بصفتها الممثل القانوني لشركة إيرث برودكشن، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل بيسمح لها أنها تتعاقد على كل أعماله الفنية كونها هي الوكيل الحصري لإدارة أعماله، خاصة أن الطرفين ما اتفقوش على فسخ العقد وأصلا ما تم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد بينهم لحد دلوقتي. وكمان من ضمن التوصيات اللي ضمنها القرار انه بالنسبه للتعويض اللي لازم يدفعه محمد لساره نتيجه اخلاله بالعقد رح ينترك الحكم فيه للقضاء، وانه في حاله استمرار مخالفه محمد لبنود عقده مع ايرث برودكشن رح يلتزم اعضاء الغرفه من المنتجين بعدم التعامل معه لحين ما يوفي بالتزاماته مع ساره وشركتها، وفي حال احد المنتجين المنتسبين للغرفه خالف القرار ساعتها حتنرفض استماره انتاج اي فيلم سينمائي بيقدمه. وطبعا محمد مسكت على الموضوع، فمن بعد صدور قرار غرفة السينما أعلن من خلال بيان صحفي وعبر حسام لطفي المستشار القانوني لي أنه متمسك بالاستمرار في الدفاع عن حقه المشروع في التمثيل والغناء، وأنه محمد مستمر في دعواه بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء لأن القرار كان مخالف للقانون. وكمان قال في البيان أنه تم تحديد جلسة جديدة بتاريخ 8 فبراير لدعوى فسخ العقد مع شركة إيرث برودكشن، علشان في إثباتات عنده بتظهر إخلال الشركة بالتزاماتها، وفي كمان مستندات رسمية بتأكد الموضوع ده. أما عن قرار غرفة صناعة السينما فشرنوبي قال إنه لسه ما استلمش أصلا نسخة منه، وهيعمل تظلم لما يستلمها، وهيرفق كمان معاها مستندات جديدة بتثبت سلامة موقفه. يعني باختصار كل الجهات الفنية بمصر اتفقت على إنه ما بيحق له العمل مع أي منتج فني، وإنه سارة طباخ هي الوكيل الحصري لأعمال الشرنوبي وما بيحق له إلا العمل من خلالها، وهذا كمان كان أخذوا قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء لبين ما يحل مشكلته مع سارة.